عبدوسي. فليس المحيسي وحسن الحربوي. التحضير للمحيسي تسديد وترجع الكرة. ترجع الكرة وهجوم يصبح خطير ومعاكس لصالح الملعب التونسي. خطير الهجوم الرست يكتب الكرة. لا هي العملية يتواصل الهجوم خطيرة لصالح الملعب التونسي. ضربة جزاء. ضربة جزاء لصالح الملعب التونسي. هكا يقول الحكم السليم الجديدي بعد التوزيعة الأخيرة. توشيح الإعادة قد تكون نفس تفيد شمس الدين الزوادي. تابعوا العملية. كرة عند الياس الصناصي يوزع الكرة تضرب في اليد اليمين لشمس الدين الزوادي. هاي واضحة الإعادة. مشكورين زملائنا. مشكورين زميلنا المخرج نبيل السيدة. كل الزملاء اللي عملوا لكم هذا النقل المباشر حتى نتأكدوا من العمليات اللي تبقى محل شك ومحل يعني تخمينات. هاو من زوايا مختلفة. شوفوا في اليد اليمين في الكف بتاع اليد اليمين بتاع شمس الدين الزوادي. ما فيها حتى نقاش. حكم المباراة يصفر ضربة جزاء لصالح الملعب التونسي في توقيت 80 دقيقة. دقيقة 88 من اللقاء. الملعب التونسي أمام فرصة تسجيل هدف ثاني وأخذ الأسبقية. هل ينجح الملعب التونسي في أخذ الأسبقية أم يتمكن معز بن شريفية من التصدي؟ تنشوفوا كريم العواضي اللاعب السابق للترجي اللي تحول للملعب التونسي هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء. العواضي يقدم يسدد ويسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح الترجي. الدقيقة 80 كريم العواضي يعطي الأسبقية لصالح الترجي لصالح الملعب التونسي. كريم العواضي يعطي الأسبقية لصالح الملعب التونسي 2-1. ضربة جزاء ينجح في تسجيلها كريم العواضي في الدقيقة 80 من اللقاء. الملعب التونسي يعود من بعيد يعدل النتيجة بامتياز عن طريق علي المرزوقي ثم يضيف الهدف الثاني أمامكم عن طريق كريم العواضي على يمين معز بن شريفية يسجل الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي. كيف سيكون رد فعل الترجي بعد الهدف الثاني للملعب التونسي اللي كان متأخر بهدف مقابل شيء؟ يرجع في النتيجة. يعدل النتيجة عن طريق علي المرزوقي ثم يضيف الهدف الثاني عن طريق كريم العواضي. فرحة كبيرة لأحباء الملعب التونسي بعد الهدف الثاني.